قول يا ابو الاداب. شوف يا مصري. ايوه انت بالراحه 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 زي ما انت زي ما انت زي ما كنت بتقول. زي ما احلى ثلاث حاجات في الدنيا حاجتين حاجه واحد عارفين ايه هي؟ والله العظيم اقسم بالله ما في احسن من الفرح من الاخر. طب بص يا مصري وارفع ايدك كده اهو وارفع ايدك كده اهو. رب 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 كرسي والتاني واقف على كرسي مصر بيقف عمال يقامل كده.